أهلا أهلا وسهلا بجميع المغاربة وكل من يحب المغاربة، أم فام أم فو، صغار وكبار، نساء ورجال، أحييكم. موسات مقهى نو سومون فاكونس، دونك غيكون شوية ديال الصداع ديال القهوة، غيكون شوية ديال البغوي ديال المواعن وديال الكيسان وديال لي فيزيتور، ولكن راه سي كوم سا، ما كاينش. اي هو جي روسي بوكو دو لاتر، بوكو دو ميساج تو سا. كنشكركم، انا مغربي بحالي بحالكم، كوم تو الموند، اي جو سوي اوسي الجيريان. كنت كنتمنى لو كان كانت الجزائر عندها سياسة منفتحة على العالم، ما كتختارش ما بين القطب الشيوعي والقطب الليبرالي، وما كتختارش ما بين القطب المتشدد والقطب المنفتح والمتفتح. كنت كنتمنى ان تكون هذه الجزائر، ولكن مالوغوزمون نو سوم دوفون اون الجيري، اون الجيري فريمون نوري دو ان، مغدي على كراهية المغرب وكتبني النظام ديالها على كراهية المغرب، ولا نظام الكبرانات كيبني النظام ديالو على كراهية المغرب. اسيدي ماشي مشكل، نظام الجنرالات با بروبليم، ياك دي جينيرو نكبرو بهم دي جينيرو با بروبليم. ولكن اللي بغيت نقول هنايا هو كاسكي سو باس، pourquoi ils se sont énervés كي المغرب قال لهم نرجعوا العلاقات وكلشي. والمغرب راه هذيك رجعوا العلاقات راه ما هضرش بزاف، راه سي مينيت الى بوغ دو سيجي، ولكن راه هضر، راه قال لكم الصحف والاعلام ونابر اعلاميه كتشوه كتقول المغرب اننا نعيش على الكونتروبوند والحشيش والفقر، وحمل المسؤوليه الجاليه الجزائريه في المغرب، وحمل المسؤوليه الجزائريين المقيمين في اوروبا اللي كيجيو المغرب باش يبلغوا الرساله الحقيقيه. عطاهم اون ميسيون غير بالريط غير بالفن، قال لهم انتم عارفين بلي المغرب هادشي اللي كيقولوا الاعلام ديالكم راه ما كاينش، راه ما كاينش الفقر، وما كاينش الفقر، كاين اترافيغ لو موند اونتي، ولكن ماشي بديك الطريقه وبديك الصفه اللي كيوصفوها. تفاهمنا؟ اذا نقرب لكم شويه، الفقر في المغرب موجود كما موجود في العالم كامل، ما كنكروهش، ولكن ما كاينش داك الشيء، ديك الدعايه اللي طالقينها كيقولوا راه المغرب بلاد الكونتروبوند والسياحة الجنسية ولا ميزاغ نواغ والديكتاتورية والاستعمار. المغرب بلد زين، بلد زوين، بالعكس فن. و هضر على كورونا والأزمة أنها باقية، وشكر الناس اللي خدموا فيها، وهضر على النموذج التنموي سو كي تخي تخي امبورتون، هضر على ليكونومي دي ماروك لي بروجي، باسكو هضر وهضر واحد لو بروجي تري تري امبورطون في المغرب الاولى من نوعه. وحنا انا مشينا كاع لي ستاتيستيك دابا كاع نمشيو نشوفو سيدي معدل النمو في المغرب، ونجبد لكم شي. كنحيي الدكتور والاستاذ الجامعي مختص في الارض، نعطيكم واحد الاعلاميات. The economy of Morocco plus 4,5% is set to grow. Is set to grow faster in this year than of those. L'économie marocaine, elle s'accroît rapidement. Le tatouur, l'économie maghribi, qui est une sorte de sur 4,5, ça 4,5, على بزاف الدول اللي تفوق عليهم هاد السنة. بلغاريا عندها 4,4، لا هونغاري 4,3، تشيكوسلوفاكي ريبوبليك 4,2، ليرلاند 4,2، لا بلجيك بلجيوم 4، بورتغال 3,9.
لا غريس 3,8 لا هولندا 3,3 لا ليتواني 3,2 لا السويد 3,2 الدنمارك 2,8 لا فنلندا 2,3 المغرب فيتهم كلهم هذا العام في النمو الاقتصادي. من بعد جو في افيشي هاد لا ليست هادي ديال ان المغرب كيتقدم بواحد السرعه فائقه هاد السنه اكثر من بلغاريا وهنغاريا وتشيكوسلوفاكيا وبلجيكا وايرلندا والبرتغال واليونان والهولندا وليتوانيا والسويد والدنمارك ولا فنلندا. لو دوسي دي جوان اي ام اف جوان 2021 اذن دونك عندنا واحد لا بلاص اللي كنهضروا منها عندنا واحد موقف اللي كنهضروا منها وهاد وهنا كنشوفوا هنا كيجمعوا الفلوس هاهم هادو رغم الحر الشديد حرائط تتواجدنا في الطريق وتشاركنا في عمليه جمع التبرعات قصد شراء مواد الاكسجين لمستشفى باتنا في الطريق كيديروا تيليتون في الطريق يجمعوا الفلوس باش يشريوا المواد الطبيه مدينه باتنا احسن منظومه في شمال افريقيا منظومة صحية وفي افريقيا في المغرب العربي المغرب العربي كما بقاش وما عمرو كان عارف انا بعد الناس كيعقبوا كيقول لك لا حنا بغينا الحدود تحل خطاب لنا حنا ما نمشيوش كونتر لا بوليتيك رويال لي ديسيزيون رويال ولكن كاين شي حاجة دابا فهمتي هاد الحاجة باش فكرني هاد الشيء فكرني بسبتهم ليبيا بالخصوص بسبتة من تحلت سبتة سوا ديزون أو كان غياب الأمن المغربي دخل 8000 مغربي دخل 8000 مغربي واحد شوية ديال الوقت دخل 8000 مغربي الإسبان هاجت وأوروبا هاجت بورتون أرضهم هذيك إذا تذكرت الناس عرفوا بلي أن كاينة واحد الأرض محتلها إسبانيا واليوم هاد لا ديسيزيون هاد الخطاب الملكي ديال إعادة العلاقة إلى مسارها الجديد بعد أكثر من 20 عام ديال المشاكل ديالنا في الحدود وقال لهم ما يمكنش أن تشكلوا خطر ما يمكنش يكون هناك خطر لأن كاين وسائل تكنولوجية باش نراقبوا المخاطر إذن المغرب كيزيفت ميساج على أنهم كونترولين مزيان لو تيريتوار ماروكان أو نيفو دو كونترول تكنولوجيك أو نيفو دي ساتوليت أو نيفو دو تو أنه واخا نحل الحدود يقدر يكونوا تزويرات الباسبورات يقدروا يدخلوا ربعة ديال حزب الله يقدروا يدخلوا أي واحد المهم إلي بيان كونترولي أو دوزيام شوز بروبوزيسيون ديال حل الحدود كيعطي واحد الرسالة قوية ان المغرب ما خايفش من الجزائر il faut le voir comme ça ما خايفش من الجزائر ما مسوق الجزائر يحل الباب تدخل وتخرج كيما بغات للمغرب كلشي مسيطر عليه كلشي مكونترولي هادو هما لي ميساج اللي خصنا نشوفوهم لان الا جينا نشوفو جيميكسيس باسكو راني غير قهوه هادو هما الرسائل اللي خصنا نشوفوهم ونشوفو ايضا نشوفو ايضا ان راه لا ديسيزيون راه لا ديسيزيون هادي سيتي ديسيزيون رويال انا عارف هاد الفيديو عندها لو ريسك غادي يحيدوها ولكن راه ما فيها لا سبال لا مهيول انا مسالي قبيرني في قهوه ونعطي الراي ديالي لان من يقول لك المغرب لا يضر ما حل الحدود Ou l'ouverture des frontières ne va causer aucun problème ou problème sécuritaire. Les chiquels étaient dit au khatar à l'albaladine
نظرا للوسائل التكنولوجيه وكل شيء. هو راه كيهضر على المغرب، المغرب ميتريز بيان لو كونترول تكنولوجيك، فهمت؟ حيت المغرب دابا عندنا حنا دابا الا درتي هنا في كازا، كازا بحال قلتي كازا سي بحال المغرب، ما كتلقاش البوليس قلاله، وراني هنا نخرج نضرب دور ما كتشوفش البوليس، ولكن تو اي كونترولي فيا لي كاميرا فيا لا تكنولوجي. ها بيان سير، ها لي ديتكتور دو موفمون كاينين بارتو، كلشي محضر صافي. المهم ستادير المغرب الا بغى يحل الحدود انه ما خايف من الجزائر، ما خايف من يدخل، ما خايف حتى شي حاجه تدخل دير ليه لداخل، كما كنا كنعتقدوا حتى حنا وقلنا راه كاين باسبورات مزورين وكاين وكاين. وثاني حاجه جو بونس، هذا غير احتمال ديالي هنايا، احتمال ديالي، جو بونس كو الملك نصره الله ورعاه، هذه ما تعجبهمش ديال نصره الله ورعاه، كيقول لك علاش تقولوا نصره الله ورعاه؟ واخي صاحبك قول له نصرك الله ورعاك، سير يا ولدي الله يسهل عليك، حفظك الله، حنا في الادب ديالنا في المراسلات كنقول له حفظك الله ورعاك، وفين هذاك ملك اللي كيرعى واحد الامه؟ كتعجبهمش تقول نصره الله، الملك نصره الله، فهمتي؟ المهم هاد لو فات هذا ان هاد الخطاب دار جو سوي انا الاعتقاد ديالي ان سا ماجيستي عارف ان هاد الخطاب ديالو ما غاديش يتقبلوه المسؤولين الجزائريين وان كونت بارتي من الشعب الجزائري، وغادي يشوفوا فيه شي لعبه، يقول لك هذا شي قالب. وراه قالوها اول جواب راه سميتها وكاله الانباء الجزائريه دارت البلاغ ديال يجب مغادره المغرب للاراضي الصحراويه او الاحتلال، ما قالتش المغرب، يجب انهاء الاحتلال المغربي للاراضي الصحراويه، هذه وكاله الانباء الجزائريه مباشره بعد الخطاب الملكي، ومن بعد الشروق اللي هي ديال النظام ديال العسكر. ودابا كي كتقول لي ديال العسكر وجريده العسكر راه هي الجزائر، هنا نظام عسكري، شنو زعما كاين وزير اول ووزير منتدب ووزير راه سي لي ميليتار كي كوموند تو لو موند سي سا سي با لا بان نبقاو نديرو ان ديتور على الاغنيه ديال ام كلثوم رايت وما لا ديريكتومون شي ليه ديرك بلا مجاز بلا ديتور. دونك مجلس الشروق قال لك المخزن يرتجف من المغرب ودخول العمامره قلب الطاوله على المخزن المغربي، والمغرب ينحني امام الجزائر، والمخزن المغربي ينحني امام العسكر وامام السياسه تبون وبزاف ديال بزاف اللي قالوه. انت شحال قالوا وما قالوا فيا وفيك، تحياتي لتيوسي صاحبي السي محمد. اذا احنا كنشوفوا ان من المغرب والملك جلالة الملك قال لهم نحلوا الحدود، هو جوج حوايج دو سيبل اون ان سيل كو. بروميرمون ما عنده لا شي حشم ولا شي مرق انه يحل الحدود، لان الدوله متقدمه، الدوله واحد النيفو ديال ديفلوبمون اللي غادي يهبل، نقولها لهم باللغه ديال غادي يهبل. وثاني حاجه ضابط الامور ديالو الامنيه الداخليه، الداخل والخارج محضي، سمعتي بحال لي بيس دو موني كيحسبوهم ديال ولا لاباري كنحسب الفلوس. وثالث حاجه باش يعطيهم ليماج ديفيرونت على اللي كيعاودوا ليهم، باش يحكيوا ليهم، باش يقول لهم لو فعلا لو كان داكشي اللي كيقولوا في المغرب فيه الفقر حنا شوف دابا انا كي كنهضر هكذا باش نبورسالي تو الموند ورحنا باقيين حيين، راه ما كنديرش انا لي ديسكور بروفيسيونيل ولا كنهضر هكذا بحال حنا باركين في قهوه ولا في راس الدرب، ايامات راس الدرب ايامات اللي كنا حيطيست صغار صافي، ولكن صافي لونتون صافي. المغرب من قال لهم نحلوا الحدود دو سيبل ان كو، دو سيبل في ان سيل كو، بروميييرمون غادي يشوفوا المغرب فين وصل
او ميم طون يقول ليهم بلي المغرب راه مامن مزيان ودوزيامون سافا لاغ فيغ بور. علاش المغاربه غادي يكتشفوا ديك الجزائر اللي كتهضر على النمو، قوه اقليميه ورائده افريقيا والقوه الاقليميه الاولى كما يقول شنقريحه، واحسن منظومه صحيه واحسن منظومه فكاهيه واحسن منظومه خضريه واحسن منظومه اكليه وسياحيه وصناعيه واقتصاديه وخبزيه وبقوليه وسكفكفيه. اوبغيغ لا فرونتيير، جامي لالجيري تحل لا فرونتيير. علاش؟ المغاربة عارفين والجزائريين عارفين، الجزائريين عارفين على أن المغاربة ما غاديش يدخلوا للجزائر، واخا كيقولوا في لي ريزو سوسيو غادخل 30 40 ألف مغربي يقلبوا على الخدمة نش والو. هادوك اللي دخلوا للجزائر اللي يدخلوا للجزائر يخدموا من يامات المسجد الأعظم أن بو بلوس أفون، كانوا يعيطوا ليهم يديرهم دي كونترا باش يخدموا لي فيلا ويطلعوا الديور وكل شيء. هادوك جايبينهم مستخدمين سمسارة جزائريين جابوهم داهم يخدموا في المغرب في الجزائر، وكيقلبوا على اليد العامله اللي عندها مع الصبغه ومع النقش ومع الزخرفه ومع النجاره ومع دونك العيين. حنا كنهضروا دونك كاين اللي تخلص، كاين اللي طاح ولاد الناس خلصوهم دوك العمال ما كنشاركوش، وكاين اللي ما تخلصوش كلاهم عرقهم، وكاين اللي مشاو تماك وتشفوا انهم الفلوس ديالهم ماشي مهمين وخدموا على فاطل، خدموا على باطل، خدموا على باطل، لان كيخدم بربعه ولا خمسه المليون جزائريه كدير ليه 800 درهم ولا 2000 درهم مغربيه ما كافياش. وكاين اللي تسرقوا لهم فلوسهم، وكاين اللي تعتقلوا، وكاين اللي تمحنوا، وكاين اللي تشردوا، وكاين اللي فيهم عدد كبير معتقل الى يومنا هذا. هذا هو المعاملة اللي كتعاملنا بها الجزائر، تعامل بنا نهار. لما قال الملك أن الجالية الجزائرية في المغرب كتعرف المغرب كيفاش عايش علم اليقين، وكيعرف أن هناك حتى أن هناك كاين ضروري ما يكونوا مخابرات يعطيو معلومات، لأن هذا الشيء عام عادي، عنده علم اليقين أن هذه الجالية ما غاديش تقول في الجزائر أن المغرب راه بخير وعلى خير. يقدروا يقولوها بيناتهم هكذا عائلة، مي ما يقدرش يقولوها اون بيبليك، سي ريسك بوغ او باش يقولوا المغرب راه احسن من الجزائر، سوف دوك المعارضين وشي اللي يقدروا يقولوها. وبالنسبة اللي كاينين في اوروبا قليل فيهم اللي غادي يقول المغرب راه احسن من الجزائر. وحنا نعطيكم هضرة دابا كي جبدت لكم المقارنة، جبدت لكم المقارنة ديال لو تو دو كرواسونس دو ماروك او بوان دو في ايكونومي، قلت لكم 4.4 راه ماشي سهله في ليكونومي. قال لك it's set to grow faster this year than those of those. هذا العام 2021 اللي فيه كورونا المغرب دار واحد النمو سريع على بلغاريا وهنغاريا وتشيكوسلوفاكيا وايرلندا وبلجيكا وبورتغال ولا غريس ولا هولندا وليتوانيا ولا السويد والدنمارك ولا فنلندا. المغرب هذا العام النمو ديالو الاقتصادي تري رابيد على هادو، تري تري رابيد على هادو في هاد 2021. وهذا الشيء علاش المانيا مخلوعه وهاد بلجيكا، لان حتى بلجيكا دايره هولندا اش مخلوعين، نيدرلاند هي هولندا، المغرب هارب على هولندا هاد العام في النمو. هاد الشيء علاش مخلوعين. انا هنا واحد واش هاد لا كومباريزون واش شفتوا فيها الجزائر؟ اون سو كومبار بلو ا لالجيري. لالجيري كيقولوا حنا دوله عظمى، ايوا سيدي ما تكومباريوش مع دوله عظمى، حنايا كنتكومباريو مع الدول العاديه، مع هولندا، مع السياد، مع الدنمارك، مع لا فنلاند، مع تشيكوسلوفاكيا، مع هنغاريا، مع بلغاريا، مع البرتغال، مع اليونان، تكومباري مع الدول الضعيفه الفقيره. علاش نكومباريو حنا مع الجزائر دولة عظمى ودولة إقليمية وقوية، ودابا دارت مع 1332 ولا ما عرف صاروخ موجه للمغرب، صبحة موجه للمغرب حسب الصحف ديالها، زعما غتقصف المغرب من جهة الصحراء. كيعرفوا يهضروا بالارميمون، يهضروا غير بلا كيغ،
سمعتوا شي خبر على المغرب انه وجه شي صواريخ اتجاه الجزائر اتجاه تيندوف؟ عمركم تسمعوها؟ ما عندناش حنا الصحافه اللي تكتب في هذا في هذا. هما كيعبدوا مجله الجيش لانها كتجي فاس مع المغرب وكتعير المغرب فاس فاس، وهادشي كيتغداو فيه سي لغ انغريديون سي لغ اوكسيجين اي سي لا غارونتي دو لا كونتينيتي دو سو ريجيم سي لا ان كونتر لو ماروك والعداوه ضد المغرب. ريستي انمي du Maroc, faire de l'ennemi du Maroc l'ennemi éternel, ça garantit la continuité de ce régime. Oh, le khitab al malik el shto, galhom ma yadurruna yadurrukum. Alors, hein, w nahnu tawam. توأم ما فهمتهاش هنايا، لأن ربما توأم ملاصقين سيما في أرض وحدة، ما كاينش بحر بيناتنا، ما كاين لا واد لا بحر لا حتى قنطرة ما كايناش. عمرني شريت شي قنطرة ندوز مع شي قنطرة أن بون باش تدوز الجزائر، كاين الأرض يابسة، كنت تكون الخضورة باش تعرف راسك بلي راك في الجزائر. لا كنتي تالف صحاب كونتروبوند، كنعطيهم واحد النصيحة اللي كيديروا كونتروبوند بالنهار ولا بالليل. إذا كان قطع الجزائر بالنهار باغي يمشي يشوف عائلته، ما عندوش وراق ولا شي حاجة، كي كتسالي الخضورة يعرف راسو راه دخل الجزائر، كي كيلقى غير لو ديزار يعرف راسو بلي دخل الجزائر، ويبان لك الهواء شوية سخون، كي البلاصة اللي فيها الهواء بارد والأرض خضراء وفيها ورود فيها ربيع وفيها كذا وبعد الفراشات وبعد العصافير عرف راسك في المغرب. غير توصل لواحد الارض ما فيهاش الربيع وما فيهاش الفراشات، ما فيهاش فصل الربيع، واخا فصل الربيع ما تلقاه عرف راسك وصلتي للجزائر. الا كنت مسافر بالليل قاطع الحدود كونتروبوند على روبان بني بوسعيد على الزاويه على طريق الداليه طريق الهنديه طريق بوكانون طريق كاع الحفاري عارفهم. انا ولد الحدود، انا ولد الشرطه، لا من ناحيه المسن ولا من ناحيه وجده. ولا كنت قاطع بالليل غيكون الكلابين ينبحوا كل شيء، ما تضربهم ولا خليهم ينبحوا، لا ضربتيهم غوتو يعرفوك راك دايز، حيت هما ما حاضين ولا كيقول لك حاضين، هما حاضي كيدخلوا للمغرب من واحد ديال المغرب ويقلبوا على شي واحد تالف هاز شي صاك يديوه ليه يقولوا راه هز الحشيش. كنت داخل الى بان كتكون كتسمع في المغرب لي با ديالك ما يتسمعوش، ما تسمع كي توصل كي تسمع رجليك بقاو يتكلموا في الارض عارف راسك راك وصلتي للجزائر. تسمع خش باق خش باق حيت ما كاين والو في الارض غير الحجر والربيع يابس. هذه هي لا ديفيرونس بين الاراضي ديال هذا، راه واقع، هذا راه واقع، سي با دو ليمور، سي اون رياليتي، سي با دو ليمور. عندك المنطقه الحدود كامله من السعيديه وانت طالع حتى التويست الحدود كامله، بني بوسعيد روبان مجيت باب العسه، هذوك المناطق كاملين كيبان لك السمش حاره والارض ناشفه وما كاين لا ربيع ولا عرفت راسك راه كفى الجزائر. كنتي مسافر بالليل نعس على كرشك وطلع غير راسك هكذا يبان لك لا كان شي واحد في الطريق مابقاش واقف. لا استراتيجي دو لا كونتروبوند كومون باسي على اي، لان ما كان لا ديتكتور دو موفمون، ما كاين حتى حاجه النش، ما كاين حتى حاجه، ما حتى واحد ما غادي يديها فيك. علاش؟ لان المغاربه راه ما كيدخلوا يديروا لا عمليه ارهابيه لا والو، كيدخلوا يشوفوا لا فامي ولا يدوزوا السلعه ولا يدوزوا فهمتي. ودابا الجزائر كتمنى تقبض المغاربه وتصورهم وتجيبهم في الاعلام الشروخ والبلاد. ما كاين لا من شوف، انا كنقول المغاربه ما تبقاوش تقارنوا مع الجزائريين راهم قويين، دولة الجزائر قوة إقليمية. واش نتوما كيقول لكم الجنرال شنقريحة راه القوة الإقليمية الوحيدة في إفريقيا هي الجزائر، نتوما بغيت تناقشوا معاه، بقاو تقارنوا مع الدول الضعيفة، الدول المتوسطة اللي شوية يلاه كدبر على راسها. وراه عطيتكم لي نو، عاود نقول لكم لي نو اللي المغرب هذا العام فاتهم في الاقتصاد، بلغاريا في اوروبا
هنغاريا في اوروبا، تشيك في اوروبا، ايرلندا في اوروبا، بلجيكا في اوروبا، بورتغال في اوروبا، ليونان في اوروبا، هولندا في اوروبا، لتوانيا في اوروبا، لا سويد في اوروبا، الدنمارك في اوروبا، فنلندا في اوروبا. كاين اللي كيحسب هذا الشيء راه مجرد هضره، هذا راه ماشي مجرد هضره، راه واقع، هذا راه واقع. راني غادي نبيبليه هنايا في الفيسبوك، نبيبليه وتشوفوه. The economy grew of Morocco is set to grow faster this year, plus rapidement, faster than sound, plus rapide que le bruit. This year than of those, على هاد الدول هادا. ما جبدين حتى دولة إفريقية هنايا، جبدوا دول أوروبية. وهذا شكون هذا اللي عطيه؟ روبرت كيمبل. روبرت كيمبل هو اللي عطيه هاد الإحصائيات. دونك انا الميساج ديالي نوجهو المغاربه اللي كعاو قالك حنا ما بغيناش الحدود تحال وداكشي، وادي قلنا لكم الملوك عندهم خطاب خصو يكون معقول معقلو. ملوك ما واش الملك بغيتي يخطب لك بحال شنقريحه ولا يدير لك الديسكور بحال تبون؟ كاين فرق ما بين منتخب ودوز واحد المده ديالو ولا منتخب، واحد ملك في الاصول ديال الملك، في العرق ديالو ملك، في ليجان ديالو ملك، وغيبقى يذكروا التاريخ كمالك. ما خصوش يدير واحد الخطاب سيبياني، واحد الخطاب استفزازي او تقليل، حتى وان كانوا عدوك لا تقلل منه، لانك تبغي دير كومبا باش كتخسر. مثلا نمشيو المغاربه كلهم كيعرفوا الكره، او حتى الجزائريين، وقتاش الفرقه كتخسر؟ الا دخلت رابحه الماتش، او دخلت مستهزئة بالخصم، او دخلت مقله بالخصم، كتنهزم. حتى في السياسه خصك تكبر بالعدو ديالك الا كان فريمون عدو او الخصم، لان كاين فرق بين العداء وبين الخصم. الخصومه كتكون معلنه وعندها حل ديالها، اما العداء وتتخبى وراء الفراشات، لان الفراشه عندها ما تخبيك. الجزائر تختبي وراء بوليزاريو، وراء العقلية التحررية، ويرى بين العالم كامل. واش العالم اللي ستيبيد؟ دولة واحدة اللي دايرة أرض، ودابا كاع قال لك أسيدي راه عطاوهم الأرض ديال تندوف وداروا معاهم الحدود على قبال تندوف باش يبقاو في تندوف، مما يدل على أن هاد الدولة هذه راها جزائرية. داروا بوليزاريو في تندوف، بريميرمون باش يضمنوا تندوف، ديزيامون باش يبقاو ديما مبرزطين المغرب. هذه اللي داروها في تندوف، إذن راها بينوا للعالم كامل على أن هذا البوليزاريو وهذه الجمهورية الصندولية راها جزائرية. إذن حنا واش بغيتوا المالي نقول لهم لا وحنا وأنتم درتوا هذه؟ هنا اللي نقولوها، حنا لي زاكتيفيست، حنا المواطنين نتعايروا نتسابوا يسبونا يديروا لنا، حنا هنا لو دغوا، حنا أوني غيان دي تو، نو سوم دي زيمان، نو سوم دي سيتويان، دو لي سيتويان ألجيريان، سيتويان ماروكان. يغلط ما يغلطش جات معاه، ولكن ان غوا ما خصوش يغلط. ولي بريزيدون كذلك، ولكن البريزيدون ديالو ما عنده غرض، يقدر يكذب فاس فاس وما يحشمش وما ينوغوجي با. يلاه قال لكم يلاه عقلتوا على بوتفليقه، قال لهم باش تعرفوا باللي بلادكم راه تقدر تنظم جوج كوب ديموند ماشي وحده، ويلاه قال لهم تبون نحن احسن منظومه صحيه في افريقيا وفي المغرب العربي، احب من احم وكره من كره. هو تعالج في المانيا وبالطوش داه تعالج في اسبانيا. دابا على من كيهضر؟ مع من كيهضر هذا؟ هذا واش ناسي راسو بلي راه رئيس؟ واش ناسي راسو بلي رئيس دولة ويكذب أمام الملأ؟ ماشي كيجعلهم أضحوكة في العالم؟ ويجيو يسبونا حنايا، حنا سمعتوا الملك قال لنا نحن أحسن منظومة في العالم. يشوفوا النموذج التنموي ديالنا يطلعوا عليه، نو زافون أن بلون، عندنا مخطط. علاش غادي نمشيو؟ وكانوا عندنا مخططات وطبقناهم، وشوف شوين وصلنا وشنو صوبنا، كم من موانئ، كم من طرقات، كم من معامل، كم من مستشفيات، كم من جامعات، كم وزيد، وشوف فين وصلنا. راه دابا عطيتكم انا لو طو دو كرواسونس ماروكان باغابوغ لا سويد ولا فنلند ولا الدنمارك ولا ليتوانيا ولا بلغاريا بورتوغال لا هولندا، عطيتكم انا طو سيرو قلبوا عليه، سي با لي ويكيبيديا ترافيكي ولا. دونك حنا وصلنا لواحد المستوى، ولكن كاش الملك غادي يجي يقول لهم لا حنا ما نحلوش الحدود وعلاش كتعايرونا وعلاش كتهزوا البوليزاري؟ لا، قال لهم جسمون غريب بيننا. عرفتي شنو كاسكو سا فو دير جسمون غريب؟ ان كور اترونجي، ان كور اترونجي. مثلا كيقلبك الطبيب
كيلقى عندك نورمال يقول لك عندك انكور اترونجي. انكور اترونجي حاجه غريبه سيدي لك استئصال يحل لك ويجيب لك هذيك الكور ولا يضربوا باللازير. كاين ولا ما كايناش؟ ولكن الجزائر كتسبق الاحداث، درت الحدود على تندوف وخلت شويه من المناطق الازيله اللي العازله هي تحت السياده المغربيه وهي في الامم المتحده، منظومه الامم المتحده كتكون لضمان السلام في الدول اللي كيكون فيها، بين الدول اللي يكون فيها نزاع. اما الجزائر ما عندهاش الحق تضرب المغرب ولا تخسف المغرب، لان كاينه معاهده ديال عدم العداء كلا الطرفين ديال 1969. تمشي رصاصه من الجزائر، رصاصه واحد في الجزائر، هذا اعلان على الحرب، اعلان على العداء، لان المعاهده والاتفاقيه واضحه ديال 1969 ديال احترام الجيران وعدم الاعتداء الطرف على الاول على الثاني او الثاني على الاول او التدخل في الشؤون الغير او هذا، كل شيء كاين، هذا الشيء كل شيء واقف على مواثيق دوليه. ولكن حنا عارفين الجزائر ما كتحترم والو، ما احترمت حتى شي معاهده. لهذا كنقول لكم المغاربه بيكم باور، كالمي فو بيكم باور. الحدود لو روا سي ان فيزيونير تو كوم سون بير، عارف ما غاديش يقبلوا يحلوها باسكو غادي يتورقوا. حنا ما عندنا، شوف حنا لا بغى الملك يحل الحدود يحل الحدود، بغى بغى يعيشهم عنده يعيشهم، حنا اون نوبي او روا. ولكن حنا ما واش حنا غنقولوا ليه لا؟ وقال لك سيدي حنا ما يمكنش يشكلوا علينا خطر نظرا للوسائل التكنولوجيه اللي كاينه دابا. وفهم يفو سافوار ديكورتيكي لو ديسكور رويال. ها ياك هضر في الاول على كورونا، وهضر المسار التنموي، هضر الاقتصاد، هضر وباش كمل باش سد الباب ودور الساروت. تحيه والاجلال والتقدير للقوات الملكيه. سيت ان ديسكور رويال، ان ديسكور رويال كيبقى ايترنال، كيجبدوه بحال دابا لي ديسكور ديال لي غون بريزيدون لي دازو في العالم كامل، ولا ديال تشرشل، ولا ديال ديغول، ولا ديال نابليون، ولا لوي 14، ولا الحسن الثاني اللي يوميا كيتعاودوا الديسكورات ديالو. كاين الناس كياخذوا الحسن الثاني الله يرحمه كوم ريفيرونس دو لانتيليجونس و دو لا فيزيون و دو لا ماجي انتيليكتويال. دونك اون سو كالم، سو كالم. هما راهم كيسبونا، راه كنشوف لي ريزون شي معيور كيعايروه، شي بعدا شي حوايج كيجبدوهم مساكن ما عايشين في شي عالم اخر، ما كيقرا وما كيبيع حتى ما والو، كيحسبوا باقي ذاك المغربي تمشي، المغربي يتمشى حفيان وجيعان وكيطلب وكيدور حدا لي فيروج ويطلب، باقين 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 مساكن. اون نو برين با لا ستي، الا هضرتي معاه وريتي ليه شي حاجه يقول لك مونتاج، ولا فهمتيه يقول لك راك فورماطاج فورماطي. والناس عالمين وعارفين، العالم كله عارفين شكون فورماطي، شكون اللي مفورماتي دون ليسبخي، وشكون اللي كيفورماتي لي زانفورماسيون. دونك جو فو سالي. ما كاين تشتي الخطاب الملكي، ما يكعوش المغاربه، قال لك حنا ما خصش يحل الحدود. شوف انا ما نقدرش نجيجي بلاصتو هنا، ما نقدرش نجيجي بلاصتو نقول لكم سو كي سو باس، ما نقدرش نقول لكم. دونك باش نكملوا القضيه، باش نكملوا القضيه، بداو كيجوني التليفون خصني نجاوب. دونك باش نكملوا القضيه، المغاربه خصهم يثيقوا في الملك ديالهم كما تقوا في الملوك اللي فاتوا. باش بقينا شي واحد كيقول لك وانتم كتقولوا عندكم 4400 سنه بحال ما عمركم تستعمرتوا، استعمر المغرب، دخلوا ليه لي زيسبانيول، ودخلوا ليه لي بورتوغي، ودخلوا ليه لي فرونسي. هادوك دخلوا مي ما شدوش البلاد وما حكموش في البلاد، شدوا مناطق وسيطروا عليها بحال لي بيغات ومشاو بحالهم، ما شدوش الحكم وما حيدوش الملك وداروا مملكه او جمهوريه ديالهم. ما حنا ما نكرناش ان الاسبان دخلت عندنا وبورتغال ولا فرنسا، ولكن بقات الصيروره، بقات لا كونتينيتي دو ليتا، بقات لا كونتينيتي دو لا ناسيون كاع، عمرها تحيدت. المغرب التاريخ ديالو عمره كان فيه انقطاع، كيقول لك لا كتدوي بحال ما عمركم تستعمرتوا، لا حنا ما كنخزنوش هذا الشيء. دخلوا لي زيسبانيول ودخلوا لي روما وما خلى من دخل هنايا، مي سيتي توجور سو الماروك هو اللي شاد البلاد وشاد الامه، وهما كانوا شادين مناطق وخرجوا، ماشي بحال الجزائر دخلت الدوله العثمانيه كامله شدت البلاد كامل. واش الدوله العثمانيه
على حساب اللي كيحكيو لي كابيل قالك ما تدخلش لا كابيلي لي فرونسي دخلوا وبدلوا البلاد اون 1849 اسو لا ريبوبليك ديالهم الجيريان دوزيام فرونسيز اون بليس حنا شي ما كيهمناش حتى ان شي مغاربه يقولوا القبائل انا بيني بينكم هذا البروبليم تبقاو تجبدوه لان المغرب ديجا عاون الجزائر وكلا صفعه من عنده وتقول لي دابا هذا تعاون القبائل ولا راه تاكل صفعه من عندهم حتى هما il faut se mettre à l'abri de ce genre de faut bien réfléchir براسهم شان داخلي ما نديروش بحالهم حنا غير قلنا لهم شوفوا واحد الناس باغين تقرير المصير ما كنقولوا لهم لا غادي نعاونوكم ولا غادي نعطيوكم ولا تجيو عندنا ولا نديروا عندنا هذاك الشيء بعيد ماشي اختصاص ديالنا وبعيد وما غاديش نديروا بحالهم فهمتي سوا سي تي فوا ان فو الله غالب ان فو كي سي جات فو ولا كيوقف وسط الطريق يتلقى الطوموبيلات ولا كيضرب بالحجر سي ان فو واش غادير بحالو تي فا اسيي de sauver certaines victimes de danger de ce fou. Parce que ce fou, il ne le fait pas exprès. Il est fou. Le terme fou, c'est ce qu'on dit. Quelqu'un qui est des troubles psychiatriques. Allah yassal l'aoum. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à n'importe quel. Peut-être qu'on voit, peut-être qu'il y a un choc. On a des troubles psychiatriques ou psychologiques, ou des complications de comportement, ou des troubles de comportement. Et donc, il y a quand même un trouble de comportement ويديروا نيمبورت كوا بور نو زينيرفي حنا نخدموا بلا ساجيس بالعقل ديالنا نعطيو دي نعطيو بحال كو جو سالي والد كبير يعطيك لي ارقام يعطيك هذا يعطيك هذا ويعطي الحقائق سي بيان مو جو نو سي با سبيسياليست باش نبقى نعطيك لي شيفر ونعطيك داك الشيء انا كنعطي لك غير شنو لا ريفليكسيون اللي عندي في مون اج في مون اكسبيريونس اي في لا بيريود او جي فيك افيك لاجيري جو سوي ريستي اون كونتاكت افيك لاجيري جوسكو اجوردي واش انا كره تكون لاجيري دوله زوينه والشعب زوين ومع المغرب وبخير وضاحكين ولاعبين ومقصرين بحال بحال لا بلجيك لا فرونس ولا لا بلجيك ولا لا سويس لا فرونس ولا لونجليت ما كرهتش يعني تكون علاقه واحده وتكون زوينه وكلشي ولكن سي كازيمون امبوسيبل سي كازيمون امبوسيبل فو دي جينيراسيون دي جينيراسيون بور كو سا سو باس ان اكسبت با لي ماروكان ان اكسبت ما كيتقبلوش الافكار ديال المغاربه والتعليل ديال المغاربه وليزارغيمون ديال المغاربه والهضره ديال المغاربه ما كيتقبلوهاش حتى ان شتي واخا كيشوفك سيفيليزي ومتقدم وداري عايرك ويسبك دابا دخلوا في الشؤون ديالك كيقول لك انت مطبع مع اسرائيل انت قلتي لا كابيلي هما اللي فرنسا استعمرتهم وكيقول لك حنا خصنا نطلبوا الاعتذار باش نحلوا الحدود مناش نطلبوا الاعتذار شنو درنا شكون يدير دوله وكيحاربنا انا باش كنقول لكم عندهم دي تروب سيكولوجيك ما نديوش عليهم شكون اللي كيحاربنا شكون داير دوله ومسلحه ومره مره كيقول لك تما قصف اذاعات وطنيه جزائريه رسميه كيقول لك تسمى قصف مناطق كذا ومناطق كذا هذا ماشي اعلان عدوان ماشي خرق لاتفاقيه 1969 سي لا فولي المغرب ما دايرش عليهم كون كان داير عليهم قرانات في حرب معاهم شكون اللي داير دوله وكيحارب المغرب بهذيك الدوله اللي هي ديالو داير الماسك وليزارو كيحارب المغرب هي الجزائر وكيقول لك حنا نطلبوا الاعتذار 45 عام ديال الحرب طرد 350 مغربي طرد الناس ديال العرجه حارب الرمال وقتلوا الناس في كين وحنا نطلبوا الاعتذار علاش ما يمشوش عند فرنسا اللي كيعبدوها وكيبوسوا لها الصباط وكيجي السفير ديال فرنسا هو اللي مسير البلاد يقول لها خصك تعتذري للمغرب الجزائر خصك تعتذري لينا ويقول علاش ما يقولوش الاسم الفرنسا انتم متصهينين ها ساركوزي سيتي تان جويف زويلا هي تان جويف كلهم دي جويف علاش ما يقدروش كتبان من الحلقه الاضعفيه المغرب ما عندوش الحق يدير مع اليهود انا ما نكذبش عليكم قلت لكم شحال من مره والله كون كانت 100 اسرائيل نطبع معاها بالله وشي غير وحده راه قليله وحده قليله وبوكو دو روتار 50 عام ديال الروتار انا الفكر ديالي ما كنقول لكمش فكر ديال المغاربه الفكر ديالي انا الفكر ديالي انا وكاين بزاف مغاربه اللي ما كيتقبلوش الفكر ديالي حتى انايا كي ماشي المساله اللاهوتيه ومساله ديال الدين ومساله ديال الاسلام ما خصهاش مع اليهود والصهيون انا يفسروا لي شي تصهين شي عمليه صهيونيه دارت ما بين اسرائيل والمغرب شي عمليه مضره من المغرب عبر التاريخ ماشي غير دابا
الفرق ما بين ما فعلته الجزائر بالمغرب والفرق ما فعله إسرائيل بالمغرب أو ما فعله المغاربة الجزائريين المغاربة الذي تزادوا في المغرب وكبروا في المغرب ما فعلوه بالمغرب وما بين يفعله وفعله اليهود المغاربة الذي تزادوا في المغرب دير غير لا ديفيرونس بيناتهم غتفهم بلا ما تبقى تقلب شوف المغاربة اللي كانوا كابرين الجزائريين اللي كبروا في الجزائر في المغرب واللي كانوا محميين في المغرب واللي تزادوا في المغرب وشوف اليهود اللي تزادوا وتصور صاحبي سفير مغربي يهودي يهدر كومبليتمون بحال ولاد سعيد بحال السطات دوماج ما راش عندي من بعد نبيب ليها لكم انا كنشوف دابا كنشوف الواقع ها هو هذا هذا سميتو السفير إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية مغربي ولد بالمغرب هي قرات في الفاس ليكول دي ساج فام تولد وتخدم في ذاك المستشفى ديال بجاد ماشي كبير بزاف ولكن هي كانت ساج فام تماك كانت تمشي عند العائلات هذا سفير في الولايات المتحدة كيفاش كيهضر مغربي التاريخ ديال المغرب لقيت المعروفي انا شفت المعروفي هنايا في هذه الجمعية با كان يدير الشفنج مقابل الحانوت ديال الوالد ديالي يدقوا علينا في الوحدة بجوج الليل باش تمشي تولد شي امرأة حبلة على قبل ما وغوش داك الطبيب اللي كان جا من هولندا وكان انسان مخير سمعتوا كيفاش كيدوي؟ لا تراديسيون هذا جيب اختي اختي ولدت شي 100 كانت ترشم داك الشيء 183 سفير ها حنا بوتفليقه كبر عندنا وتزاد عندنا ودخل يسبنا وبن بالله بومديان بوصوف وبالخير وبزاف المهم كنحييكم ميرسي بوكو وشكرا بزاف وباقيين فيديوهات فيديو ورا فيديو مسالي قبي هذا فيه شويه ديال الصداع في قهوه من بعد اون فاغ ان اوتر فيديو ندير اون اوتر فيديو اللي تكون شويه ما فيها الصداع ولكن المهم الكونتاكت يبقى بيناتنا وما تخليوهمش يسيبريميو ويسينياليو الفيديو لانه غير ما فيه لا سبان لا معيور هو سونسيبيليزاسيون تحسيسيه دابا وليت كنهرب من فيسبوك الفيسبوك ندير لي لايف باش يشوفوهم وبارطاجيوهم الى عجبهم ماشي اوبليجي غياني كوميرسيال لا شين يوتيوب اللي دخلتوا ليها ما فيها لا تجاره لا فلوس لا والو شحال من واحد قال لي مونيتيزيها وكلشي قلت ليه لا هنا بغينا نبينوا الدنيا هانيه والسما صافيه والنيه صافيه ما باغين والو باغين ندافعوا على بلادنا ونفسروا الناس داكشي اللي ما عارفينوش بناء على الخبره ديالنا ونقدر نغلط ولا غلط جو ميكسكيوز واللي بغى يصححني جاكسبت دات كوريجي جو نو سوي با راسيست وجون انا ماشي رونكيني ماشي حاقود قلنا لكم تمنينا لو كانت الجزائر دوله بعقلها والشعب بعقله ومعايش مع المغرب حتى اخي وسلم ولكن المغرب عده محاوله دايرها الحسن الله يرحمه كتشوفوا دابا يوميا الولد ديالو اللي عنده لا ساجاس وعنده واحد الثقاله وداك الشيء وكيضحكوا عليه الجزائريين مي كيقول لهم وعاطينو عده القاب بورتون ما اداهم فوالو ما اعلن عليهم حرب ما هاجمهم ما تعدى عليهم ما دار منظمه تحاربهم ما دار تدخل
ورغم ما لقاو حتى شي دليل على ان المغرب يضر، هو يقول له لا يمكن ان نضركم ام تضرونا، هو راه عارف اش كيقول، فهمتي؟ وراه عارف اش كيقول وعارف شنو كاين وعارف المغاربه وكل شيء، عارف شكون منه الحق ها الحق ها الباطل، واللي قال العصيبه باغده يدير يدو فيها. تبارك الله عليكم.